أقوم أنا ببناء كود الأحياء. رايت كليك في كالكوليت. طبعا هاي الجملة تم كتابتها قبل قليل، بدي أقوم بإلغائها. نختار رقم البلد زائد، نحط هاي الإشارة زائد سيكتور نمبر، نعمل أوكي. ظهر عندنا كود الحي. بدنا نستخدم هذا الكود في الأتريبيوت رول. نبلش من الحي الشمالي، بعديها الجنوبي، الشرقي والغربي. نقوم بعمل سمرايز على هذا الحقل عشان نعرف التكرار لكم من حي في عنا في هذه الطبقة. نختار الحقل سيكتور كود، نوع الإحصائيات يونيك يعني قيم فريدة، نعمل أوكي. نفتح هذا الأتريبيوت اللي ظهر عنا من هاي أدوات، من أداة التحليل. ظهر عنا 4 أكواد، كل كود بيمثل لنا اسم حي. بنروح على طبقة القطع الأراضي وبنعمل داتا ديزاين، ونروح على أتريبيوت رول، نعمل إضافة قاعدة نسميها اسم الحي بالعربي، نكتب وصف معين أو نتركه فاضي، ونختار الحقل اللي هو سيكتور A اسم الحي بالعربي. ما بدنا نعدل على قيم هذا الحقل، التعبير اللي لازم نكتبه احنا نكتبه بهاي الطريقة. كيلو وين، نفتح قوس، نختار الحقل الكود السيكتور كود يساوي، نكتب هاي الإشارة، نكتب أول خيار اللي هو 30 17 35 شحطة واحد، بنسكر هاي العلامة. يعني إذا كان هذا الحقل يساوي هاي القيمة نعطيه فاصلة، يعني بعدها اكتب لي، نفتح هاي الإشارة الحي الشمالي، ونسكر هاي الإشارة أو هذا القيمة. نعمل كمان مرة فاصلة، ننسخها 4 مرات لأنه في عنا إحنا 4 أحياء. والسطر الأخير بعد الأربعة نكتب نال ونسكر القوس. ليش كتبنا نال؟ لأنه في حال ما كانتش القيمة موجودة، يعني في عنا 4 قيم، إذا ما كانت القيمة هاي وهاي 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 القيمة، ال4 قيم، بتم كتابة نال. بعد ذلك نتأكد من الأكواد. الكود الأول رقم 1، الكود الثاني رقم 2، بعدين عندنا 3، بعدينها عندنا 4، الأول الشمالي، الثاني الجنوبي، الشرقي، الغربي. نتحقق من هذا الكود، نعمل أوكي، واكتشف نكون بتنفيذ هاي القاعدة عند إضافة أو نسخ أي معلم جديد، وعند تحديث المعالم وعند حذف المعالم. في عنا هذا الخيار نقدر إحنا نعطل القاعدة، لكن نترك جميع الإعدادات كما هي. نتأكد من جميع المدخلات الأساسية موجودة، ونعمل سيف. نرجع على طبقة قطع الأراضي، نعملها أتريبيوت تيبل، ونتحقق من نتيجة هاي القاعدة اللي كنا بإنشائها. طبعا القيم هاي انا موجودة عندي من اول، لو اجي اضغط عليها دبل كليك بقدرش اعدل عليها ولا اشي، لكن مثلا رقم البلد بقدر اعدل عليه. لو قمت بتغيير النتيجة الموجودة في الكود هون من رقم 1 لرقم 4، بتم عكس او تغيير اسم الحي، صار عندنا الحي الغربي. بنرجع بدل رقم 4 رقم 1، حيصار الشمالي. بدي اكتب قيمة مش موجودة في التعبير اللي هو مثلا حي رقم 5، ما في عندنا حي رقم 5 اعطاني قيمة نل. وبنفس الطريقة اللي عملناها على طبقة الاحياء، بقدر انا ابني قاعدة عشان ابني كود للارقام. ما بدي احفظ القيمة اللي انا قمت بتعديلها، بروح على هذا الخيار، برجع جميع القيم بدون حفظ، بقوم بإضافة حقل جديد اسمه كود القطعة، كود بارسل. طبعا من شنو هذا الحقل؟ نص. نعمل سيف،
بنروح على هذا الحقل بنشوفه انه فاضي، فيش فيه ولا اي قيمة. طبعا اذا كان في قيم زي هيك بدي ارجعهم لقيم نال، باجي بحددهم ورايت كليك في الكالكوليت، بروح على كتابة التعبير المعين، بكتب نال، بنعمل اوكي. وبنفس الطريقة اذا انا بدي استخدم لغة ثانية مثل البايثون، ما بستخدم كلمة نال، باجي بستخدم كلمة نو، بعمل اوكي، تيجي عند القيمة نال. بقوم بفتح الاتريبيوت رول، بنضيف قاعدة جديدة لبناء الكود الخاص في قطع الأراضي، نعمل add rule، اسم هاي الرول كود القطع، بقدر أضيف لها وصف واختار الحقل اللي هو كود بارسل، بدي أخلي خيار الإديت مفعل، وأجي أكتب الإكسبريشن اللي بدي إياه أنا اللي هو رقم البلد زائد هاي الإشارة زائد رقم الحي زائد هاي الإشارة كمان مرة زائد رقم القطعة. هيك احنا بنينا كود لقطع الأراضي، نعمل أوكي، بنفعلها على كل الخيارات، بنعمل سيف، نرجع على الاتريبيوت تيبل، بنروح على الحقل الخاص في كود القطع، موجود عندنا نال. ليش؟ لانه احنا لسه ما قمنا بتعبئته. كيف نقوم بتعبئته؟ لكن مش في هذا الحقل، ما بنقدر نعبي ولا اي قيمة. انا قمت بتفعيل خيار الايديت، فانا بقدر اكتب اي قيمة جوا، واذا كانت القيمة خطأ بيتم استبدالها بالقيمة الصحيحة. يعني أنا بدي أحط هذا الكود رقم من عندي 30 17 55، صحته رقم الحي 1، رقم القطعة، وعندي رقم القطعة 26، بدي أخليه رقم القطعة 99، وأضغط على إنتر. ما أخذ القيمة اللي أنا دخلتها، أنا دخلت الرقم 99، ظهر عندي القيمة اللي أنا وضعت لها قاعدة. عشان أقوم بتعبئة جميع القيم، باجي بكتب القاعدة أو أي قاعدة باجي بكتبها. مثلا أنا في هاي لغة البايثون إذا بدي أدخل أي رقم، مش ضروري أكتب بين علامات زي هدول، لا، بترك المربع الإدخال مثلا 90، بدي رقم 90 يجي على كل القيم، نضغط على موافق. ما اجى رقم 90، اجى الارقام الصحيحة. يعني تعال، هاي رقم القطعة، وهي رقم الحي، رقم البلد، رقم الحي، رقم القطعة، انعكسوا في الكود. في عندي انا 212 معلم او قطعة ارض، باجي بعمل سمرايز على هذا الحقل عشان اشوف اذا في عندي تكرار في الاكواد. طبعا هذا الاسم موجود عندي هون، اذا بضغط على موافق يتم استبداله. نختار الكود بارسل، الاسم بدنا نغيره عشان ما يصير استبدال، يصير في عندنا طبقة جديدة. اجت هاي الرسالة، انا قمت بانشاء تحرير او تعديل على عدة حقول وبيانات، ضروري ان انا اعمل سيف، يا بعمل سيف من هون يا سيف من هون. هي عملنا سيف، بعدها بنضغط على اوكي. نفتح هذا الجدول الجديد، بنلاحظ انه في عندنا 212 ريكورد، اللي هم عبارة عن 212 قطعة. اذا هاي القاعدة صحيحة 100%، وبميز الكود انه ما بتقبل تكرار، يعني ما بصير انه يكون في عندي قطعة او قطعتين لهم نفس الكود.